حبوب الكتان هي أقوى من الحبة السوداء في أهميتها، وهي من نفس يعني هذه اللائحة حبوب زيتية، هذه كلها حبوب تقريبا فيها ما بين 20 إلى 25% من الزيت، وزيت نباتي جيدا في الحبة السوداء، في حبوب الكتان، في السمسم، وفيها كذلك الحب رشاد، يعني هذا الخردل الحب رشاد، هذه كلها حبوب زيتية، هذه كلها فيها نسبة عالية من الزيوت. الفرق ما بين الحبة السوداء وحبوب الكتان أن الحبة السوداء فيها تقريبا حمض الأوميغا 6 تقريبا يعادل حمض الأوميغا 3، والحبوب الكتان ليس فيها حمض الأوميغا 6 أثر، فيها شيء قليل ولكن فيها حمض الأوميغا 3 حمض بنسبة عالية. نعم، هذه الحبوب الزيتية هي يجب أن تدخل في التغذية، وهي الحبوب الوحيدة التي يمكن أن نستهلك منها كمية كبيرة، يعني الحبة السوداء لا يمكن أن نتعدى 10 حبات في اليوم، ولكن حبوب الكتان ممكن أن نتناول إلى ما بين 30 إلى 50 جرام في اليوم، ليس هناك أي مشكل. الألياف الخشبية الموجودة في حبوب الكتانية أكثر من الألياف الخشبية في الحبوب الأخرى، ثم فيها حمضيات، يعني هذه الزيوت، ثم الزيوت النباتية الموجودة في الطبيعة التي خلق الله سبحانه وتعالى، يجب أن تستهلك في مادتها، عشان نكونوا واضحين. لأن يعني العلوم الآن يقول بأن هذا تقدم علمي، والتقدم العلمي مسخر من الله سبحانه وتعالى، ثم يلعبون لنا على هذا التفسير وهذا التأصيل، ثم يستخرجون الزيت من الحبوب، ثم يقولوا بأن هذا زيت نوار الشمس، وهذا زيت الفستق، وهذا زيت حبوب الكتان. يعني كثرة الزيوت، يجب أن لا تستخرج زيت الكتان من حبوب الكتان، يجب أن تستهلك الحبوب كاملة، لنكون واضحين، لأن هذه الأمانة العلمية، هذا الأشياء التي نقول فهي محسوبة علينا أمام الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون مدققة، يعني فربما يكون الخطأ وارد، لأن الإنسان كمال لله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن تكون مدققة علميا. لماذا؟ لأن هذا العلم كذلك صدقة، وهذا العلم كذلك ينفع الناس، فيجب أن يكون مدقق. حبوب الكتان تستعمل كاملة، ولا نتكلم عن زيت حبوب الكتان، وسبحان الله جميع الزيوت التي تستخرج من هذه الحبوب تتأكسد بسرعة، حتى أنك لا تقدر على شم رائحتها، يعني لأن قوية. الله سبحانه وتعالى خلقها لتؤكل في الحب، ولذلك القرآن لا يتكلم عن الزيوت إلا زيت واحدة، لا يتكلم، لا يعترف بالزيوت الأخرى، يعترف بزيت واحدة هي زيت الزيتون. أما زيت الكتان وزيت الحبة السوداء وزيت الحب الرشاد وزيت الحلباء، هذه يجب أن لا تستهلك، يجب أن نستهلك الحبوب. لماذا؟ لأن حبوب الكتان فيها ألياف خشبية يجب أن تستهلك طازجة. هناك أسئلة كثيرة ترد علي، هل يمكن أن يعني نحمصها ولا نعم نحرقها ولا شيء؟ يعني هذا هو الآن موجود داخل المجتمع المغربي، نعم، يعني تحمص، يجب أن تستهلك طازجة، يعني كما هي، يعني إما تطحن وتضاف إلى الحساء أو إلى الخبز أو إلى الشربة أو إلى شيء، إما أن تستهلك مباشرة، هي مذاقها حلو جيدة، يعني مذاقها جيد، فيها تقريبا 20 حتى 25% من الزيت. الزيوت التي خلق الله كلها يعني الروابط اللي فيها سيس، هذه السيس، وليس هناك ترانس في الطبيعة، لا يوجد، الله لم يخلق يعني الرابط ترانس، ولكن الزيوت التي يعني ريفاينينج، الزيوت التي صنعها الإنسان واستخرجها وكررها، فهذه الزيوت فيها ترانس. جميع الزيوت التي صنع الإنسان فيها ترانس، جميع الزيوت التي خلق الله في النبات هي سيس، يعني لا تسبب سرطان، ترانس تسبب سرطان، هذا معروف، يعني يعني الآن حبوب الكتان في ألياف خشبية، من ضمن الألياف الخشبية هناك فيتوستروجينات من الليجنان، مكون الليجنان، وفيها الفيتوستيرول ولا الفيتوستيرون 2، يعني بالضبط، يعني هذه الفيتوستيرون 2 هي اللي تسوي الهرمونات عند النساء، والفيتوستيرون 2 هي تسوي كذلك هرمونات أخرى، يعني داخل الجسم، هي جيدة للنساء، حبوب الكتان جيدة للنساء، فيها الفيتوستيرون وفيها حمض الألفا لينوليك. لماذا؟ لأن الجاما لينوليك هو حمض الأوميغا 3 لا يوجد في الطبيعة، من قال أن حمض الأوميغا 3 يوجد في الطبيعة فقد كذب. حمض الأوميغا 3 يوجد في الجسم ولا يوجد في الطبيعة. الطبيعة حتى السمك وحتى السمسم وحتى الكتان وحتى جميع مصادر، واللوز والجوز وبذور القرعيات، هذه كلها مصادر ألفا لينولينيك، ألفا لينولينيك، ثم في الجسم يتحول إلى الجاما لينولينيك أوميغا 3 حمض الأوميغا 3 في الجسم، وهذا الأنزيم داخل الجسم الدلتا 6 دي ساتوريز، باش نكونوا يعني مدقين وواضحين مع الناس، أنزيم الألفا 6 دي ساتوريز هو الأنزيم الذي يحول الألفا لينولينيك إلى الجاما لينولينيك، هو الحمض الأوميغا 3 في الجسم، إلا أن بعض الأشخاص عندهم هذا الأنزيم مكبوح أو قليل أو لا يوجد، هم المصابين بالسكري
والذين يكثرون من اللحوم والذين يشربون كحول. هذا الثلاثة عندهم الأنزيم مكبوح ولا يعمل جيد، ولذلك يجب أن يستهلكوا كمية كبيرة من حبوب الكتان أو من مصادر الحمض الأوميغا 3، لأنهم لا يحصلون، الجسم غير قادر لكي يحول الألفا لينولينيك للجاما لينولينيك اللي هو حمض الأوميغا 3 داخل الجسم، ولذلك لا يستفيدون منه. يعني الذين يكثرون من اللحوم أعيب، والذين يشربون كحول من خمر، والمصابين بالسكري عندهم هذه الأنزيمات تكون عندهم يعني ناقصة شوية، يعني مكبوحة. بمعنى أن الأشخاص الذين يكثرون من اللحوم حتى ولو أكل 200 جرام من الحبوب الكتان لا يستفيد منها، يجب أن يتوقف أولا عن استهلاك اللحوم، ثم يستفيد من حبوب الكتان ومن كل شيء. إذا توقف عن اللحوم يستفيد حتى من الأدوية، هذه لأن اللحوم تحبس الأدوية، هذا جيد. الانترفيرنس هذه فالألياف الخشبية والزيوت هذه الغنية بحمض الأوميغا، يعني مش ثلاثة، يعني الألفا لينوليك اللي يعطيه حمض الأوميغا ثلاثة بريكيرسر هذا، ثم فيها الفيتوستروجينات، يعني هذه الأشياء، ثم فيها بعض الأثر من الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والمانغانيز والمغنيسيوم، فيها هذه الأملاح المعدنية هذه يعني بقلة. ويعني هذه الحبوب هي معروفة، هي الحبوب كلها هذه اللي تكلمت عليها هي معروفة أنها ترفع المناعة في الجسم. لماذا ترفع المناعة في الجسم وتحفظ الجسم من كثير من الخلل؟ لأن العاملان اللي كاينين هما عاملان اثنين، هما الألياف الخشبية، والألياف الخشبية الألياف الغذائية فيها الفيتوستروجينات، ثم حمض الأوميغا 3. إذا اجتمعت الألياف الخشبية مع حمض الأوميغا 3 لا يمكن يكون سرطان في الجسم، ولا يمكن يكون أمراض القلب والشرايين، ولا يمكن يكون إمساك على مستوى القولون، ولا يمكن يكون حتى حصى في المرارة وفي الكلية. لماذا؟ لأن كل الحوادث داخل الجسم هي تسوى، وحمض الأوميغا 3 هو سبحان الله هو رحمة الله التي خلق في هذه الأشياء. هذا الحمض الأوميغا 3 لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الحب فهو تعبير شمولي والقرآن عام، فيعني أن كل الحب يجب أن يستهلك. فهذه لأن الذي فهذا التعبير بالحب كما قلت، يعني الله جمع كل شيء في الحب، لماذا ليبسط لنا الأشياء؟ أكيد. لا يمكن أن يعطينا لائحة، وإلا سيكون القرآن في 6000 صفحة. هو يعطينا أشياء، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحبة السوداء فهو رمز إلى هذه الحبوب كلها، هذه ليس الحبة السوداء فقط، وقال حبة سوداء لا ندري ما هي حتى، يعني بعض العلماء الآن يشككون أنها حبة البركة ولا حتى العنب، فأول السانوج هذا اللي موجود في المغرب. فعلي تكلم عن الحبة السوداء صلى الله عليه وسلم ليعني بأن لا ننسى، يجب أن لا نتغاضى أو ننسى، ويجب أن لا نهمل هذه الحبوب وقيمتها الغذائية. نعم دكتور، طبعا مميزات بذر الكتان كثيرة، سنتعرف عليها طبعا بعد قليل في الفقرة الثانية مشاهدي الكرام. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. دكتور، كيف نستفيد من بذور الكتان بالنسبة لصحتنا؟ نعم، كما تكلمنا في الحلقة الأولى، يعني الأولى عن هذا التركيب الكيماوي وأهمية حبوب الكتان يعني في التغذية، أقول في التغذية وليس للعلاج. هناك أشخاص سيسمعون هذا الحديث ثم يبدأوا في استهلاك حبوب الكتان، وربما يفرطوا في استهلاك حبوب الكتان، وسيكون لديهم مشكلة على مستوى الغدة الدرقية. أنتم دائما تقولون تساعد في العلاج. نعم، تساعد وتحفظ الجسم يكون أحسن. وأهم من هذا وذاك، وهي يجب أن تدخل النظام الغذائي، تكون داخلة في النظام الغذائي، يعني الأشياء التي يجب أن يستهلكها الشخص تقريبا يوميا. هذه تكلمنا في الحلقة الأولى عن يعني التركيز الأولى. أو يعني المستوى العالي من حمض الألفا لينولينيك الذي يتحول إلى جاما لينولينيك أو حمض الأوميغا 3 الأوميغا 3 يعني داخل الجسم. هذا الأنزيم يعني دلتا دي ساتوريز، دلتا 6 دي ساتوريز، هي 6 دلتا 6 دي ساتوريز، هذه هي التي تحول هذا الحمض الألفا إلى جاما إلى حمض الأوميغا 3. قلنا بأن الأشخاص اللي كيكون عندهم هذا الأنزيم ناقص أو مكبوح هما الأشخاص الذين يكثرون من اللحوم، الأشخاص الذين يشربون الخمر، الكحول داخل الجسم، الكحول لا يكبح جميع الأنزيمات وليس أنزيم دلتا 6 ساتوريز، يعني الكحول يقتل جميع
الانزيمات، ثم الاشخاص اللي عندهم امراض السكري المصابين بالسكري كذلك. مع الاسف الشديد لان والحمد الاوميجا 3 هو الذي ينفع اصحاب السكري، لان مضاعفات السكري هي امراض القلب والشرايين والكلي، والحمض الأوميجا 3 يحبس هذه المضاعفات، يعني يحد من مضاعفات السكري على القلب. هذه يعني ولذلك المصابين بالسكري خصوصا اللي مازال عندهم أعمار شوية يعني صغيرة، يعني باقي شباب يعني من 20 حتى 40 سنة اللي عندهم السكري في هذه الأعمار، يجب أن يكثروا من حمض الأوميجا 3 وأن يبتعدوا من الدسم الحيواني، ثم إن شاء الله يعيشوا بسلام، ليس هناك أي مشكلة. أهميتها على الصحة هي الأهمية القصوى هي أمراض القلب والشرايين. لماذا؟ لأن حمض الأوميجا 3 هو يمنع تأكسد الكوليسترول من الحميد إلى الخبيث. هذا مهم. يعني يمنع لأن المصيبة الكبرى هي لما يتأكسد الكوليسترول الحميد، لأن الكوليسترول الحميد يحفظ الجسم. نعم. الكوليسترول الحميد يحفظ الجسم من السرطان. نعم. فالـ HDL هذه الهاي دنسيتي ليبوبروتين إذا تأكسدت إلى الـ LDL يعني اللو دنسيتي ليبوبروتين ما يكون مشكل. لماذا؟ لأن الـ LDL هو اللي يخلي يحبس تأكسد الهوموسيستين، فلا تخرج هذه الهوموسيستين من الجسم ثم تحفر أو تخدش أو تجرح الشرايين من الداخل، فتتكون هذه السدادات يعني هذه على شكل صفائح داخل هذه الشرايين، وهي العلين هي المشكل الارتيروسكليروزيس، هذا هو يأتي من الهوموسيستين وليس والكوليسترول هو الذي يسبب هذه الأشياء. ثم إذا كان دسم كثير والشخص لا يتحرك، ثم كان هناك كذلك خلل فيزيولوجي اللي يجعل يعني الكوليسترول لا يتأكسد يعني يمشي من الحميد الخبيث، سيقع جميع المشاكل في الجسم، تقع جميع المشاكل في الجسم، ليس يعني مضاعفات قلب الشرايين انما كل حتى سرطان. هذه فهذا هو القوه اللي قوه الحمض اوميجا 3، وهي قوه الحبوب الكتان في التغذيه. ولذلك اذا تناول الشخص حبوب الكتان بانتظام في تغذيته فسيكون لديه مخزون يعني تركيز عالي من حمض الأوميجا 3، ثم لا تصاب هذه الشرايين، لا يصاب القلب. وفي نفس الوقت بالنسبة للنساء مثلا، اجتماع حمض الأوميجا 3 مع الليجنينات مع الألياف الخشبية، شعير، قمح مخلى يعني القمح الكامل، أو الشوفان هذا الخرطال، أو حتى هذه الأشياء، هذه الليجنينات أو الألياف الخشبية مع حمض الأوميجا 3 يعني يخلي سرطان الثدي من المستحيل يقع، لأن الحديد الفيزيولوجي اللي يقع به هذا هما إما هرمونات زينوبيوتيك، هرمونات خارجية اللي تأخذها المرأة. هذه الهرمونات يكون هناك يعني ضغط كبير لهذه الهرمونات اللي كنسميها شوك، هرمونال شوك، هذا كيخلي الأعضاء التي تعيش تحت هذا التأثير الهرموني، اللي من المبيض، اللي من الرحم، اللي من يعني الثدي، ومن البروستات عند الرجال، يخلي هذا العضو يعني قريب جدا من أي مشكل داخلي منه سرطان، يعني يكون قريب. ولذلك كنلاحظوا على أن السرطان عند النساء يتركز في هذه الأعضاء الثلاث، المبيض والرحم والثدي، خصوص الثدي، وكان سرطان الثدي في المغرب أكثر، الآن دابا طلع الرحم. لماذا؟ لأن حتى نمط العيش والتلوث وذاك الشيء مع الستريس مع المسائل عند النساء، طبعا غادي يكون السرطان، أنواع السرطان تتغير وتتبدل عن نسبتها. حمض الأوميجا 3 يكبح هذه تحول الخلايا، لأن خلايا الثدي لما تتأكسد تصبح مالينيتي، يعني تعطي مالينيتي، تكون خلية سرطانية. حمض الأوميجا 3 يحبس هذا الحادث هذا. مع الليجنانات، لماذا؟ لأن الليجنانات هي تعطي الأنتيرولاكتون والأنتيروديول. الأنتيرولاكتون هو اللي يحبس يعني هذا ظهور سرطان على مستوى الثدي والبروستات كذلك عند الرجال. ثم أن حمض الأوميجا 3 كذلك يكبح تأكسد التستوستيرون، لأن التستوستيرون هذا الهرمون الرجال إذا تأكسد يصاب الرجل بصلع، ثم مع المدة يكون أتروفي، يكون تضخم على مستوى البروستات. ولذلك هنا ثلاث مكونات يعني تقريبا تخلي هذا البروستات يعني ما يكونش في أي مشكل. فإذا توقف الناس مثلا عن استهلاك اللحوم اللي فيها الأوميجا 6 وفيها الدسم المشبع، وهي التي تسبب انتفاخ البروستاتا يعني تضخم البروستاتا، إذا توقفوا عن هذا العامل السلبي، ثم هناك ثلاث مكونات هي حمض الأوميجا 3 والسيلينيوم والزنك، هذه ثلاث مكونات يعني تحد من انتفاخ البروستات، حتى ولو بالنسبة للأشخاص اللي عندهم يعني واصل لحد لهذا انتفاخ البروستات، يجب أن يتناولوا هذه الأشياء، يعني حمض الأوميجا 3
والسيلينيوم، معدن السيلينيوم هو موجود في السمك وفي بذور القرعيات، الأوميغا 3 موجود في حبوب الكتان كذلك في اللوز والجوز والخردل وفي السمك، والزنك اللي موجود في الحبوب مثل الشعير وموجود كذلك في السمك، وموجود شيء منه في حبوب الكتان. يعني هذه الثلاث عوامل هي تكبح وتحبس هذه المكونات. إذا اجتمع يعني هذه يعني هذه العوامل الثلاثة، هي مع الأسف الشديد أن الحب كمكون يعني غذائي، الناس لديهم يقترن لديهم الحب الشعير والقمح والذرة وكذلك القطاني، ولكن هناك الحب أو البذرات أو البذور هذه اللي منها حبوب الكتان فلاكس سيدز، يعني بالانجليزيه نسميهم سيدز كلهم هذو، يعني الكراس سيدز والفينيغريك سيدز والبلاك هيمن سيدز وهذه الفلاكس سيدز، هذه كلهم يعني حبوب داخله سيدز، هذو الحبيبات او البذرات او البذور هي داخله كمكون اساسي في التغذيه، وليس ننتظر حتى نصاب بمرض ثم نبدا نسال عن حبوب الكتان والسمسم والحبه السوداء، هذا لا. يعني الحب الله سبحانه وتعالى عبر عنه كمكون اساسي، وانه الله سبحانه وتعالى في القران الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن الحب بشموليه وبعموم، اما الكتب الاخرى لما نتكلم عن الحب فنعني بها القمح. وهذا خطأ كبير جدا في العلوم الحديثة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الحب كلمة واحدة جمع فيها تغذية الإنسان، يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، يعني العلم التغذية كله في كلمة واحدة الحب، كلمة شاملة معناه أن تغذية الإنسان هي الحب، والحب نعم. يدخل فيه كما قلت نشويات والبقول والقطاني وهذه الحبوب الزيتية نعم. منها حتى الحبوب نوار الشمس وحتى السمسم وحتى يعني بذور النوى القرعيات وحتى هذه الأشياء كلها تدخل مع الحب وتدخل في التغذية نعم. الله سبحانه وتعالى فرق بين الشجر وبين النبات نعم. النبات تكلم عنه بالحب والشجر بالنوى، إن الله فالق الحب والنوى، يعني هناك مكونات الشجر والحب يعني والنبات، يعني هذه أشياء يعني مهمة جدا، وبذور كثير من النبات، يعني الآن نتكلم عن 20 أو 30 نوع من الحبوب، ولكن الحب وكان بالآلاف وكان الإنسان يتغذى على هذه الحبوب. هناك حبوب الآن غابوية أو حبوب يعني لا يزرعها الإنسان وهي مهمة جدا تدخل نعم. كذلك في التغذية مع هذا الحب، ولذلك الأهمية الطبية أو الأهمية العلاجية أو الواقية للجسم، وليس العلاجية، الواقية للجسم لحبوب الكتان هو أنه يسوي الهرمونات داخل الجسم، يحفظ من أمراض القلب والشرايين، لأن حمض الأوميغا 3 يعني كمكون أساسي لحفظ القلب من الشرايين، هذا مهم لحفظ السرطان الثدي عند النساء هذا الخصوص، ثم حمض الأوميغا 3 ينشط الجهاز العصبي، أن لا يكون عياء، لا يكون توتر عصبي، ولا يكون عياء عصبي على الخصوص، يعني لا يكون عياء عصبي، وأن الأشخاص الذين كانوا يستهلكون هذه الحبوب كان لديهم ذكاء ثاقب، أن عندنا مناطق في المغرب هي خزان لحمض الأوميغا، يعني حمض الأوميغا 3، هي منطقة الشاوية كانت تزرع حبوب الكتان والحلبة والحبرشاد، ومنطقة قصب التادلة كانت تزرع السمسم، لا زال هذه الأشياء هذه لا زال ثم السمسم، ثم المناطق الجبلية فيها اللوز والجوز، يعني شيء، وأن المغرب كله حتى السهول سايس وحتى منطقة الناظور يعني منطقة العروي، كل هذه المناطق المغربية كان فيها هذه الحبوب الزيتية وكان فيها حمض الأوميغا 3 بنسبة عالية، ولدينا سمك، لا ننسى أن السمك يعني كمكون أساسي لحمض الأوميغا 3 يعني يدخل للتغذية. إذا اجتمعت الحبوب مع السمك زائد زيت الزيتون، هذا هو النظام الذي ارتضى الله سبحانه وتعالى للبشر، لتبقى اللحوم والألبان خارجة عن النظام العادي أو النظام اليومي للولائم أو إن وجدات أو أنسي نعم. فيبقى الشخص يعني معافى إن شاء الله، ولن يكون هناك أي شيء أي مشكل صحي. ويعني أذكر أن حبوب الكتان يجب أن تدخل في النظام الغذائي وليست مع الأعشاب، مع الأعشاب يعني، وهذا ما يروج نظام غذائي يعني يستهلكها الناس كغداء، ولا يسألوا عن الكمية، ممكن يستهلك ملعقة كبيرة أو ملعقتين حتى 50 جرام في اليوم، ليس هناك أي مشكلة. إذن شكرا لكم دكتور على كل هذه التوضيحات القيمة. مشاهدي الكرام نلتقي بعد قليل طبعا لكي نجيب عن كل الأسئلة التي تردنا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج وصفحة الفيسبوك، نعود بعد قليل.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الفقرة الأخيرة التي سيجيب فيها الدكتور على كل أسئلتكم التي دائما تردنا عبر البريد الإلكتروني وصفحة الفيسبوك، فشكرا لكم على التواصل. دكتور، هناك سؤال وردني عبر صفحة البرنامج للفيسبوك، تقول سيدة هي تعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم. نعم. ونصحوها بتناول بذور الكتان، وهي تسأل هل يمكنها أن تتناولها مع الأدوية؟ وصفات، سؤالي هم الوصفات دائما. لن نعطي وصفات للناس أبدا إن شاء الله تعالى، لن نعطي وصفات. كل الأشياء مصدر حمض الأوميغا 3 يخفض الكوليسترول في الدم. باش نوسعوا للناس العيش ديالهم، ما نضيقوش عليهم. لمن قال أن حبوب الكتان يعني لوحدها فقد كذا، حبوب ليست حبوب الكتان في ذاتها، إنما الألياف وحمض الأوميغا 3 هما اللي يخفضوا من الكوليسترول، وليس حبوب الكتان. لأن حبوب الكتان تحتوي على حمض الأوميغا 3 وعلى الألياف، فهي تخفض الكوليسترول في الجسم هذا. وكل مصادر حمض الأوميغا 3، السمك يخفض الكوليسترول، حبوب الكتان تخفض الكوليسترول، اللوز يخفض الكوليسترول، الجوز يخفض الكوليسترول، السمسم زنجلان يخفض الكوليسترول، حب رشاد يخفض الكوليسترول. كل هذه الحبوب الزيتية، نوى القرعيات كذلك، هذه زريعة القرعة، نوى القرعيات كذلك تخفض من الكوليسترول. ونوى القرعيات فيها الزنك والسيلينيوم والحمض الأوميغا 3 وفيها الترايبتوفين، يعني فيها مكونات أقوى من هذه. ولكن هذا السؤال عام جيد، إنما هذه السيدة هذه نقول لها بأن لا تعول على حبوب الكتان، لأن تعول على النظام الغذائي، لأن تتحرك لا تتناول لحوم. نعم. كل اللحوم دائما أذكر، كل لحوم يعني الدجاج والديك الرومي والغنم والبقر والماعز، كل اللحوم تأكل سمك وتتحرك وتكتب كثير من النبات، يعني كل نبات كل الحبوب النشوية، القلبقول، القطن، كل الحبوب كلها جيدة إن شاء الله، لن يكون لك مشكل. ولكن لن ينخفض الكوليسترول بعد أسبوع أسبوعين، باش الناس يعرفوا هذا المسألة. الناس يعتادوا الأدوية الكيماوية، أنه يشرب قرص ثم يحس بألم رأس يعني زال. الناس اعتادوا هذه الأدوية لأنها سريعة المفعول. العلاج الطبيعي أو العلاج عبر نمط العيش وعبر النظام الغذائي هو يأخذ وقت طويل. لماذا؟ لأن الجسم يبدأ يعود إلى أصله شيئا فشيئا، ثم يجب أن يتخلص من السموم. ولكن بعد 6 أشهر وبعد سنة وسنتين إن شاء الله سيكون يعني مدة طويلة. هناك أيضا تقول سيدة أخرى، يعني هناك الأسئلة التي وردتني هي من النساء. نعم. تناول يعني مطحون يجب أن تكون من النساء. نعم، لأن البذور كما ذكرتم الثقافة الغذائية. نعم. محفوظة عند النساء وليس عند الرجال. نعم. تناول مطحون البذور، يعني بذور الكتان، بكمية يعني ملعقتين يوميا، هل يؤدي إلى آثار جانبية على الأمعاء؟ ليس هناك آثار جانبية بالبتات، ولكن هذا الطريقة لاستهلاك حبوب الكتان هكذا ملعقتين، لماذا؟ يعني هذا ما هو شائع داخل الوسط المجتمع المغربي. ولماذا لا تكون حبوب الكتان مع الأغذية، مع الحساء، ومع الخبز، ومع الشرب، ومع أشياء؟ لماذا الناس دائما يريدون هذا العشوب ويريدون؟ أنتم هنا يا دكتور لتصحيح هذه المفاهيم. نعم. لماذا يسأل الناس عن وصفات وعن هذه الأعشاب؟ أنا أقول يعني الأعشاب لا تعالج. عادة من قال يعني أن الأعشاب تعالج فقد كذب على الناس. نعم. نظام الغذائي، نمط العيش هو الذي يعالج وليست الأعشاب. وأن العلاج، أما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى. أكيد. حتى الدعاء والصدقة يجب عاملان أساسيان في العلاج. فلماذا يريد الناس أن يخلط هذه؟ من يخلط حبوب الكتان مع العسل، هناك من يخلط هذه مع زيت الزيتون، ولماذا ليش؟ فيأكلوا حبوب الكتان مع الأكل العادي، مع الخبز، مع الحساء، مع عندنا كثير من الوجبات اللي ممكن ما يكون معها حبوب الكتان، الخبز مثلا حتى على شكل مساحيق. هذا المسحوق اللي كناخذوا كنتناولوه في رمضان في المغرب، النساء كيحضروا مساحيق. لماذا لا يكون معهم هذه؟ تكون معهم تين مجفف مطحون، زبيب مطحون، تمر مطحون، حبوب الكتان مطحونه، يكون معهم الشعير مطحون، يكون هذا وياكلوه. نعم. وهي نعم هذا يكون مع النظام الغذائي وليس حبوب الكتان لوحدها. ليس هناك اثار جانبي، ولكن هذا السؤال يعني ادانا لواحد المهمه. نعم. وان الالياف الخشبيه اللي عند الكتان هي جيده للاشخاص اللي عندهم اعراض على مستوى القولون. جيد. يعني مثل تقرح كرون،
ومثل القولون العصبي، هذه الإيريتيتنج باول، هذه الأشخاص اللي عندهم مشكلة على مستوى القولون وحبوب الكتان جيدة، لأن الألياف الخشبية من الكتان هي تضمد هذه الالتهابات. هذه معلومة جيدة. نعم جيد. نعم هو جيد. نعم هذا ما نريده دائما من نصائحكم. شكرا لكم دكتور مرة أخرى. إذا هناك سؤال تقول سيدة، هل يمكن تناول، كيف يمكن تناول بذور الكتان طازجة أم محمصة؟ نعم علي سنعلم الناس كيف يطبخوا وكيف يأكلوا، يعني ما شاء الله. وأنتم لسعة صدركم دكتور ستجيب. من الأحسن ألا تحرق، من الأحسن ألا تتحمص. نعم. على النار، ليش تسخن؟ ممكن تسخن ولكن ألا تتحمص، إذا حمصناها تحرق هذه الألياف الخشبية. نعم. ومع الأسف نضيع مكون أساسي من حبوب الكتان، لأن مكون أساسي حيث حبوب الكتان ليس فيها أي شيء، فيها زيوت ألياف خشبية. فإذا حرقنا هذه الألياف الخشبية تضاعت، وحتى الزيوت ربما تتأثر، وبعض الفيتامينات على شكل أثر ربما تتأثر، وكذلك المكونات المحفزة لبعض الأنزيمات وبعض الهرمونات تتأثر. علي الفيتوستيرون لا تتأثر بالنار، حمض الأوميغا 3 لا يتأثر، الزيت لا يتأثر كذلك، ولكن الألياف إذا لا تتأثر، يعني إذا سخناها على النار، أما إذا حرقناها في الفرن فطبعا هذه الألياف يعني لا نستفيد من حبوب الكتان مع الأسف الشديد، ولا 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 الحبوب الأخرى. من الأحسن ألا يعني لا يحمص أي حبوب، من الحبة السوداء تؤكل طازجة هكذا يعني مباشرة، حبوب الخردل هذه الحب الرشاد تؤكل طازجة كذلك مباشرة، إما مع الحليب، إما مع هذا اللبن الخضي، إما مع الحساء، إما مع الكسكس، إما يعني هناك وجبات كثيرة ممكن أن نتناول معها حبوب الكتان. ولكن هناك بعض النصائح السلبية، أن هناك من أصبح يفزع الناس ببعض النصائح، وأنه كثير أنا سمعت كثير من 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 العشابة ينصحون الناس بعدم تناول كثرة حبوب الكتان لأنها تصيب الغدة الدرقية، هذه نصيحة كاذبة وهذا كذب على الناس. ثم أن ليس لهؤلاء الناس بأن ينصحوا، فالعلم علم والجهل جهل. هذا الشخص يبيع أعشاب، نعم فالبيع حلال في الإسلام. نعم. أحل الله البيع وحرم الربا. لا يمكن أن ينصح يبيع أعشاب. نعم. نعم ممكن يبيع أعشاب هكذا، حبوب وأعشاب غير مطحونة غير مخلوطة، ليست على شكل ودون خبر. نصائح. نعم حب رشاد، من أراد أن يشتري حب رشاد هاو، أراد يشتري حبوب الكتان هاي، أراد الحبة السوداء هاي، يبيع أعشاب نعم، أن يعطي نصائح لا. نعم. لا في ديننا الإسلامي، أنا أتكلم على القانون. في ديننا الإسلامي الأمانة العلمية واضح، من تطبب بغير طب، والحديث واضح جدا بأن هذه الأشخاص موكولة لأصحاب العلم، وأن الناس إذا حدثوا بدون علم فتسمى تجارة، وهم يتاجرون في آلام الناس. أكيد. أنا قلت بأن شرع الله عنده حدود، هذا الشخص يخول له الشرع والقانون بأن يبيع الأعشاب، بأن يطحن الأعشاب ويخلطها ثم يقول هذه تصلح للديدان وللسرطان، لا هذا لا، هذا يعني تعدى خط الشرعي الأحمر. فهنا هناك فرق بين بيع الأعشاب، تجارة الأعشاب، وبين طب الأعشاب، فرق شاسع جدا. طب الأعشاب هو أكثر من 20 سنة دراسة في الهند. نعم. أكثر من 20 سنة. نعم. يدرس الشخص أكثر من 10 سنوات لما يتخرج طبيب. كي يتخصص في علم الأعشاب. نعم. في طب الأعشاب. نعم. ثم شخص هكذا يخلط أعشاب مع بعضها ويقول للناس هذه تصلح للرب وهذه طبعًا. تصلح ليش، هذا هذا لا طبعًا. إنما علي تجارة الأعشاب نعم، طب الأعشاب لا. نعم. باش نكون واضحين مع الناس. سؤال أخير وفي دقيقتين يا دكتور. تسأل هذه السيدة، هل فعلا بذور الكتان تنقص من الوزن؟ نعم ليست حبوب الكتان دائما، هذا النساء يريدون شيء يأكلونه وينقصوا من الوزن. نعم هذه كل العالم، ليس نساء المغرب، كل العالم يسأل عن شيء يأكله ثم يشفى من المرض، هذا لا يوجد. لا يوجد، باش نكونوا واضحين، هذا لا يوجد ولن يقدر عليه أحد. لكن الذي ممكن أن يقدر عليه الشخص هو أنه يراقب نمط العيش. نعم. إذا راقب نمط العيش لا يكون لديه وزن، ولا يكون لديه حتى خلل داخل الجسم، ولا يكون لديه أي شيء. نعم. ليس هناك وصفة أو خلطة سحرية أو علاج سحري أو دواء سحري كيماوي كيف ما كان ينقص من الوزن، لا يوجد. لا يوجد في النظام الغذائي. من قال أن لديه دواء ينقص من الوزن فقد كذب على الناس. نعم. دواء نقصان الوزن هو الجوع. نعم. والحركة، الجوع والحركة، هذا لعموم الناس على الكرة الأرضية. بالنسبة للمسلمين أن يصوموا. نعم. بالنبات
لماذا لا يصوم الشخص؟ لماذا لا يصوم مرتين وثلاثة في الأسبوع؟ نعم. أن يصوم بدون لحوم. نعم. حيث هناك من يصوم يومين في الأسبوع ولكن لما يصوم يأكل ثلاث أضعاف. نعم. من الأحسن أن لا يصوم. فيعني الصيام يكون صيام الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون صيام مقنن أن الشخص يصوم ويكتفي بما وجد، يعني بما يسد به رمقه، يعني أن الجوع والحركة، الجوع والحركة. نعم. هناك سمنة تترتب عن خلل فيزيولوجي، تترتب عن هرمونات النساء. نعم. اللي ياخذوا التي يتناولن حبوب منع الحمل. نعم. هذا النساء عنده زيادة في الوزن. أكيد. هذا الوزن ليس هناك علاج. يتتوقف أولا عن تناول الحبوب. ثم تعمل ديتوكس، يعني كلينز، هذا غسل الجسم، غسل الجسم بعد نظام نباتي لمدة 6 أشهر. نعم. تشرب الماء بكثرة وتتحرك كي تغسل جسمها أولا من أثار الهرمونات. نعم. ثم بعدها تبدأ في الحركة والجوع كي تنقص من الوزن، ولكن لا أظن أن الوزن سينقص. لماذا؟ لأن هذا المشكل الهرموني هو ليس مشكل من الطاقة، من السعر الحراري. نعم. ومشكل خلل في جوه أصبح مرض الآن، الأوبيزيتي. نعم. هذه التخمة أصبحت مرض وليس سمنة. نعم. نعم. الناس ليست من قبل كان أشخاص الذين يأكلون بكثرة هم الذين يصابون بسمنة، الآن أشخاص لا يأكلون ويصابون بسمنة ولديهم سمنة، خصوصا أطفال صغار ليكثروا من الحلويات من المواد التي يتناولها.